بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة نتكلم إن شاء الله عن موقع دي داش اي دي. ده الموقع وده اللينك بتاعه دي داش اي دي دوت كوم. الموقع اللي عمل فيديوهات احترافية ممكن نستخدمها في مواقع السوشيال ميديا زي اليوتيوب، زي الفيسبوك، زي تيك توك، زي انستجرام، زي أي موقع من المواقع تعمل فيديو احترافي وتبدأ تسوق للخدمة الخاصة بيك أو المنتج الخاص بيك أو بالغير مقابل إن أنت بتحصل على عملاء. الموقع زي ما احنا شايفين دي الواجهة الرئيسية بتاعته، بيديك نسخة مجانية ممكن نحصل عليها من هنا، وبيديك دي البرايسنج بتاعتهم، الأسعار بتاعتهم، ودي الخدمات اللي موجودة عندهم. إن أنت كنت تعمل فيديو كرييتيف، ممكن تعمل أي أي إيجنت، ودي إن أنت بتخلي حد ممثل عنك في صورة فيديو بحيث إن أنت بتمده بالمعلومات الكاملة عن المنتج اللي أنت بتسوق ليه، وأي حد من العملاء يسأل حد يرد عليه كأنه شخص أو راجل في خدمة العملاء عندك بيرد عليه صوت وصورة. وممكن تعمله كموبايل أبلكيشن تستخدمه فيه أي بي أي تكامل وشات دي اي دي مشابه شويه لموضوع الايجنت ده، بس ده بيرد على اسئله معينه كنت مغذيه بيها بحيث ان هو لما يتسال السؤال ده يترد عليه بالاجابه دي وهكذا. وهنا لو انت نزلت تحت شويه بيقول لك ان انا ممكن اعمل لك صوت وصوره، وزي ما انت شايف هعمل لك الفويس، اعمل لك حركه الوجه وهكذا. لو نزلنا تحت شويه دي بيقول لك كل واحدة من دول اللي هي البرودكتس اللي عندهم ايه مميزاتها، تقدر تقرا وتطلع عليها. هنا بيقول لك الجوائز اللي هم حصلوا عليها من الجهات الخمسة دول. ولو نزلت تحت هتلاقي بقى كلمة ستارت فور فري او جيت ستارت عشان تبدأ الخدمة المجانية بتاعتك. عشان تبدأ الخدمة المجانية لازم تدخل بحساب من الحسابات اللي هو يقول لك عليه دي، اقول له لوجن. هيطلب منك ان انت يكون عندك ايميل او باسورد مسجل بيه وتقول له كونتينيو، او تعمل ساين اب تسجيل جديد. والساين اب زي ما انتم شايفين ان هو بيسجل من خلال اما حساب جوجل او حساب لينكد ان او حساب ابل. فانا هشتغل بحساب جوجل، اقول له كونتينيو ويز جوجل، واختار الاكونت اللي هدخل بيه وليكن ده، اقول له متابعه. الاكونت اول ما بتفتحه بيسألك بيقول لك ويلكم تو دي اي دي، بيقول لك وات دو يو وانت تو يوز دي اي دي فور، انت عاوز تستخدمه في ايه؟ هقول له استخدمه بيرسونال يوز، نيكست. هنا بيقول لي ايه اوصف نفسك، هقول له ان انا شغال، اختار اي حاجه من دول، ماركتير مثلا، نيكست. بيقول لك هتستخدم دي اي دي لايه، هقول له وليكن هستخدمه في سيلز مثلا اند ماركتنج، واقول له دن. كده خلاص عمل لي الاكونت واداني 20 كريدت. 20 كريدت دي حوالي 5 دقايق اقدر استخدمهم في الموقع. طيب لو انا عاوز اعمل ترقيه للحساب هروح على برايسنج واعمل ترقيه للحساب، بقى بختار اي خطه حسب اللي انا محتاجه من الاستخدام من هذا الموقع. كل طبعا حاجه بيبقى ليها سعر، يعني انت الخدمه اللي انت شغال عليها 20 كريدت او 5 مينت، لو انت حبيت تزود بتشتري بقى كريدت او بتعمل ترقيه للحساب من خلال الموقع. ودي الاشتراكات الشهريه او الاشتراكات السنوية، واعملك بقى يعني في تخفيضات لو انت تاخد مدة اطول وهكذا. دي كل الايه الخطط اللي موجودة عندهم وكل المزايا، ادخل اطلع عليها. ولو حبيت تعمل ترقية اعمل ترقية لحساب. هنشتغل احنا المجاني دلوقتي. طبعا ده فيديو بيشرح لك الخدمات بتاعة الموقع. The Creative Reality Studio saves businesses money, time and hassle and makes videos and presentations. Videos has always been complicated, but with creative تحميل لنص choose from one of 270 images. Just upload an image, add your text, start your free marketing أو تصنف presentation, sales, marketing and more. Training. مبيعات وهكذا. طيب هنشوف الكلام ده هشتغل بيه ازاي. انا اول ما بشتغل في الحاله دي او بفتح معايا الموقع بروح على طبعا كرييت فيديو. كرييت فيديو بختار الشخصيه اللي انا هشتغل بيها. الشخصية اللي هشتغل بيها بختار أي شخصية من دول، دي كلها شخصيات قدامك سواء بقى رجل أو امرأة. هنختار مثلا الشخص ده، طبعا اللي بيجيب لك كذا نموذج من الشخص لابس بدلة أو لابس سبور أو أيا كان، هختار ده مثلا وهاجي أكتب له النص اللي أنا عاوز أكتبه. أنا هنا مسموح لك في الـ الاكونت المجاني بعدد حروف معين، يعني بيقول لك الكاركتر بتاعتك المسموح لك بيها دول 3875 حرف. لو جيت هنا قلت له بيست، ك
كلمة مثلا امتلك شقة فاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة احجز الآن. هنا بيقول لي أنت اختار 78 حرف. طب أنا عايز أعمل نص أطول شوية، ممكن أجي هنا أروح على شات جي بي تي. شات جي بي تي أصبح مفتوح الآن في مصر ومعظم الدول العربية، التسجيل دي فيه عادي. يعني أنت كنت في محاضرة تقريبا الثانية أو الثالثة قلت لكم إن هو كان لازم يكون تدخل بأي بي أجنبي ورقم أجنبي، دلوقتي أصبح تدخل تسجل فيه من أي مكان، وتقدر تبحث على اليوتيوب كيفية إنشاء حساب على شات جي بي تي من مصر، وهتلاقي إن أنت ممكن تشتغل من أي مكان. ممكن أقول له كده بصفتك خبير تسويق عقاري، هدوس شيفت انتر، اكتب لي سكريبت شيق لتسويق فيلا في الساحل الشمالي مكونة من دورين وحديقة 500 متر مثلا، ممكن مكونة من دورين وكل دور 5 غرف وحديقة 500 متر على سبيل المثال، واضغط انتر هيبدأ يكتب لي الإعلان. بيكتب لك الإعلان وبيقول لك كمان تفاصيل، لو بيكتب لك سكريبت بس كده كتير قوي يعني الكلام كده كتير. طب نستنى لما يخلص، هقول له اختصر الإعلان في 50 كلمة فقط لعمل فيديو مختصر بهم. كده اختصر لك الكلام حوالي 50 كلمة. هاخد الكلام ده كوبي، هروح على الموقع، هنمسح دي وهنعمل بيست للكلام الجديد. هنا انت عديت بقى الحروف، او بيقول لك هنا كان بيقول لك 10 كلمات بس اللي ممكن تستخدمه، يعني حتى الحروف ما كملكش الحروف. طب في الحالة دي نعمل ايه؟ خلاص نرجع نجيب 10 كلمات فقط لا غير، ممكن اعمل كنترول زد. خلاص شقق فاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة وخلاص، عشان ما نطولش عن اللي هو كده، اللي ممكن تستخدمه في كذا فيديو، فخلينا نشتغل في 10 كلمات فقط في البداية. ده سكريبت. لو انت عايز تضيف اوديو ممكن اضيف اوديو، هنشوفها في الجزء اللي جاي. طيب انا اخترت كده الشخص وحددت الكلام. هنا بيقول لك اختار النوع بتاع الفيديو، عاوزه سكوير ولا عاوزه بالطول، اختار سكوير. هنا بتختار الخلفية، الخلفية دايما اختارها باللون الاخضر عشان ادخل بيه على برامج المونتاج زي ما هنشوف في المحاضرات الجاية ان شاء الله. بختار اللون الاخضر، بغمق او بالشكل ده، وهقدر برضو اشيل الكلمة بتاعت دي اي دي لما اعملها هنا العلامة المائية، هقدر اشيلها من خلال اللون الاخضر زي ما هنشوف بعد كده في المحاضرات الجاية ان شاء الله. كده خلصت، هقول له جنريت فيديو، اعمل لي الفيديو. طبعا هيخصم ال 20 كريدت اللي موجودين مع الاكونت بتاعي. هنا قال لي في مشكلة، بيقول لي ان انت كاتب بالعربي واللغة انت مختارها الانجليش، وهنا الراجل اللي هيتكلم اندرو، لا لازم اختار هنا اللغة العربية مصر، وهنا اختار في شاكر وفي هدى وفي سلمى. طبعا ده راجل، يبقى اختار شاكر. هقول له جنريت، هيبدأ يعمل لي الفيديو هينشئه دلوقتي. وفي كلمة دي اي دي هي موجودة اللي قلت لكم، العلامة المائية، ونقدر نشيلها بكل سهولة من خلال أي برنامج مونتاج. هقول له جنريت، بقول لي هتاخد كريديت واحدة بس من ال20 بتوعك، مش مشكلة. هيبدأ ينشئ الفيديو. هنا عمل الفيديو اهو بالشكل اللي قدامك ده، وفي 3 نقط، 3 نقط لو ضغطت عليهم هتقدر تعمل داونلود للفيديو اهي. ولو انت عايز تعمل معاينة للفيديو من هنا بتعمل معاينة شقق فاخرة في خلفية باللون الأخضر والراجل بيتكلم وزي العاصمة الشفير، الصوت الإدارية. واضح والصوت جيد. نعمل داونلود عشان ما يقطعش، قول داونلود. كده خلاص اتحمل الفيديو، نقدر نشوفه من هنا بقى. هفتح الفيديو بتاعي اهو يا شباب، نفتح الفيديو. شقق فاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة، احجز الآن. او قال لك ال10 كلمات انت اخترتهم. طب لو انا كنت مصمم ان انا عاوز اعمل صوت واعمل الفيديو الطويل ده، ممكن احول الكلام ده سكريبت ده، يعني مثلا ناخده كوبي، كلمات اكتر من اللي فاتت خدها كوبي، واروح على موقع 11 لابس
اللي احنا اتعلمناه المرات اللي فاتت. هنا دخلنا على موقع 11 لابس، كتبت النص حطيته في مربع تكست، هاجي هنا اختار اللغة بتاعتي، اختار عربيك اللغة العربية. هنا بنختار زي ما اتعلمنا الشخص اللي هيتكلم وليكن آدم، وابدأ اسمع اقول جنريت. اكتشف فيلا الأحلام في الساحل الشمالي، دورين، كل دور 5 غرف، حديقة 500 متر مربع، فخامة وراحة، استمتع بالمناظر الطبيعية الساحرة والعيش. طبعا الكلام هنا مش مظبوط، يعني الكلام مش عاجبني، يعني في بعض التشكيل مش جيد. فانتوا زي ما اتعلمتوا تروح على موقع شكل لي، تشكل الكلام ده اهو، كنترول A كنترول C، هروح على موقع شكل لي، هنكتب النص كنترول V، واجي اقول له تشكيل الزامي، او اقول له تشكيل اواخر الكلمات، اقول له ابدا التشكيل، هناخد الكلام كوبي، هنرجع تاني 11 لابس، هنمسح ده، نحط الكلام ده بيست، هو كاتب لك حتى اللهجه امريكان امريكان، مفيش حاجه، مفيش اللغه العربيه مش موجوده. طب هنختار اي حد، ده مش هتفرق، ليكن ده جنريت. اكتشف فيلا الأحلام في الساحل الشمالي، دورين كل هنا ليك كتاشف، لان انا نسيت الالف، هضيف له الالف اهي، وابدا اعمل دوري 5 ثواني. جنريت مره اخرى. اكتشف فيلا الأحلام في الساحل الشمالي، دورين كل دور 5 غرف، حديقة 500 متر مربع. هنا الكلام احسن مع التشكيل افضل. هبدا اعمل تحميل للصوت ده، اعمله داونلود. طبعا من هنا العلامه دي، علامه الداونلود اهي، او من لو انت عندك انترنت داونلود مانجر بتظهر معاك اوتوماتيك، هنقفله. عاوز تحمل بتحمل من هنا لو ما عندكش البرنامج كده. تحمل الصوت اسمه 11 لابس 2024. تعال بقى الصوت ده ندخله على موقع دي اي دي. نرجع تاني لدي اي دي، هاجي هنا وكريت فيديو مرة أخرى، هو نفس الفيديو بس هنعمله بصوت وصوت أطول شوية. هختار شخص تاني وليكن المرة دي هختار الشخص ده مثلا، هنا ده بيبقى ما فيهاش بقى كلمة لأن ده مركز على الوجه، ففي الحالة دي ما بيجيبلكش الخلفية أو سكوير أو الكلام ده، لأن بتبقى وجه فقط لا غير. لو أنت اخترت اللي عليه اتش كيو دي هاي كواليتي، دي اللي بتقدر تعمل عليها خلفية وبتقدر تعمل عليها ايه، الشكل المربع أو الشكل المستطيل. هنختار هنا حد من الهاي كواليتي وليكن ده، هختار هنا مربع واختار الخلفية باللون الأخضر زي ما اتعلمنا، وهاجي هنا اقول له اوديو، هقول له ابلود اوديو، هختار الصوت اللي انا حملته من شوية من 11 لابس اهو، اقول له اوبن كده بيحمل لي الصوت، وهخلي الشخص ده ينطق نفس الكلام اللي مكتوب فين، نفس الكلام اللي هو مسموع او اتحول لصوت اللي موجود في الجزء ده. هنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي. كده حمل، ممكن اسمع الصوت اكتشف اهو فيلا الاحلام كده تمام. هقول له جنريت فيديو واقول له جنريت. دي هتاخد كام من الكريدت بتاعتك؟ تاخد منك 2 من 19، يبقى هيتبقى لك كام؟ هيتبقى لك 17. هقول له مفيش مشكلة جنريت، واستنى لما يخلص. ده الفيديو الاولاني وده الفيديو التاني اللي بيتم توليده. يبقى لو انت عاوز تجيب كلام اطول، الافضل زي ما عملنا كده، هتروح على موقع شات جي بي تي، اكتب اللي انت عاوز تكتبه زي ما عملنا، هتاخد الكلام اللي اتكتب تروح تدخله على موقع شكل لي، شكله، هتروح بعد التشكيل تحطه على موقع 11 لابس، وتختار اللغة وتختار الشخص وتبدأ تحمله كصوت. بعد ما تحمله كصوت هترجع تاني مرة اخرى لموقع دي داش اي دي، وتبدا تدخل الصوت وتبدا تعمل الاعلان اللي انت عايز تعمله، ويحمل معاك بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. نستنى شويه لما يحمل، وبعد كده هوريكم شكل الفيديو هيبقى عامل ازاي. كده الفيديو خلص، نقدر نعمله داونلود برضو زي ما عملنا المره اللي فاتت، ونشوف شكل الفيديو داونلود، هيبدا يتحمل معايا. هنا ممكن كمان ان انا اعمل له كوبي لينك، اخد اللينك بتاع الفيديو اقدر افتحه في اي مكان تاني وليكن هنا،
ده اللينك اللي انت عايز تديه لحد ويقدر يفتحه على طول بدون ما ترجع ليه. الموقع موجود في استوديو دي داش اي دي، تمام، ويقدر يشوف الفيديو من هنا من الرابط ده، او ان انت تعمل شير. لو انت عايز تعمل شير على الفيسبوك، على الواتساب، على تويتر، على لينكد ان، لو انت اصلا فاتحهم على الكمبيوتر، تقدر تعمل رينيم. لو انت عايز تغير اسم الفيديو، تعال نروح الفيديو القديم، اقول له رينيم، هتكتب فيديو المختصر، هنكتب الفيديو المختصر، هيبقى ده اسمه الفيديو المختصر اهو. وهنا تقدر تغير الاسم الفيديو مثلا ليه رينيم، برضو رينيم، وتكتب الفيديو المطول. وهنا لو انت عايز تحذف فيديو من الفيديوهات اللي موجوده عندك، كليك على الثلاث نقط وتقول له ديليت، ده بيحذف لك الايه الفيديو. كده انت فاضل لك كام؟ فاضل لك 17 كريدت ليفت. طيب تعال بقى نشوف الكلام ده، نشوف الفيديو بعد ما اتعمل. ممكن افتح الفيديو، لو انا عندي برنامج انترنت داونلود مانجر اقدر ان انا احمله على طول من خلال البرنامج. هنشوف مع بعض. شغل انترنت داونلود مانجر، هقول داونلود فيديو، وابدا احمل الفيديو، اكتشف، اقول له بدء التحميل. كده هيتم تحميل الفيديو، هقفل دي، ولما يحمل الفيديو هنتفرج عليه مع بعض. اظن كده الفكره وضحت بالنسبه لكم. في جزء بقى تاني في البرنامج هنشوفه المحاضره الجايه ان شاء الله، ان انا ممكن اضع صورتي انا، او اضع صوره حد من المشاهير زي محمد صلاح، زي رونالدو، ايا كان، شخصيه سياسيه، شخصيه رياضيه، شخصيه فنيه، واقدر اخليها اللي تتكلم وتقول الكلام ده. بس الكلام ده نستعمله في حاجات مفيده، ما يكونش حاجات فيها يعني حاجه تغضب الله سبحانه وتعالى. ولازم تاخدوا بالكم ان يكون كل شغلكم ان شاء الله يعني تتحروا في ان يكون شغل حلال، وشغل ما يكونش فيه اي حاجه فيها معصيه، او في حاجه يعني تطبع عليكم سيئات وتكون سبب ان هي يكون سيئاتكم تكون زياده. احنا عاوزين ان شاء الله نكون حسناتنا هي الاكتر، وتكون كل الحاجات اللي احنا بنتعلمها بنستخدمها في الخير ولا نستخدمها في الشر ان شاء الله. كده الفيديو حمل، هقول له فتح. ده شكل الفيديو. اكتشف فيلا الأحلام في الساحل الشمالي، دورين، كل دور 5 غرف، حديقة 500 متر مربع، فخامة وراحة. استمتع بالمناظر الطبيعية الساحرة والعيش الفاخر. اتصل الآن للمزيد من المعلومات والحجز. فيلا الأحلام، العيش الفاخر على شواطئ الساحل الشمالي. كده الفيديو تمام وجاهز ان هو يشتغل. المحاضرة دي خدنا فيها اكتر من حاجة. المحاضرة الجاية ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل موضوع الصور، وازاي نخلي الصور تتكلم ايا كان بقى الصورة. خليكم معانا في المحاضرة الجاية ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.